عسلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في ريكسيون جديده. وعدنا العباد اللي ديما تحسوا استغفر عليكم اول الفيديوهات باش تحسوا لي نحكي شويه في الموضوع من الاول، جسم الاول باش العباد تفهم. انا دي في ريكسيون العباد اللي اكيد تفرجت فيا قبل، تاع الشان بتاعنا حوظرت على خاطرنا عملنا فيديوهات عملنا كثير على الراب، ما عادش سبحان ربي كان الوحيد اللي تهمت بالارهاب، خاطر كثير على فيديوهات نتاع فلسطين. دونك شاهدنا حتى لا مونيتيزاسيون على طول الى يوم قيام عيسى. دونك عملنا الشان هذايا وشغل هبطت فيديوهات في الشان الاولى كان مغروم معناها بعشور بانس اي انسان يعمل كونتوني اور راب، شغل هبطت ديما غاديك فيديوهات لهنا باش يكون اختصاص كان راب. دونك قبل ما نبدا نقعدوا ديما ما ننساوش القضيه بتاعنا اللي كنت في فلسطين مع محفوظ مع شين فيها، ابونيو في اليوتيوب تلقى كل شيء في الديسكريبسيون، خاصه الانستغرام ديفا بور رياكشن. وبحق اي انسان مقتنع بالكونتوني يعمل ابوني، حاجتي بالابوني بتاعكم خاصه في المرحله الاولى هذيا. وليتس جو، صلوا على النبي. ارتيزان، اوكي الحقيقه كنت في بالي انه ارتيزان مش يقعد فتره طويله مش يحضرنا في الدويت بعد الالبوم نتاعو اللي هبطوا 3 شهور تالي هكاكا، دونك في بالي شيخ وراحه. مي ارتيزان ماكينه تاع خدمه، بارك الله عليه. He has a special flow. Flow artisan مسمي باسمه، ما نجمش نتخيل عبد اخر يجيب التامبر هذي في الصوت. اسمع نجيبوا له الاوتفيت نتاعها هكا هذيا، هكا نعملوا الاوتفيت نتاعو لحظه برك. واو واو بلي تفرج جانكستا في راسي جانكستا. ليتس جو لذا الناس اللي تو كونس بان ريكيتو بلا مان ريبسو بان روتين ناس تبانطي في الحباس وما عرفش شاري كاسي دار وعجل كار ولا جا الماتش. اوكي نرجعوا شويه على الليكس. ريبسو بان روتين ناس تبانطي في الحباس وما عرفش شاري كاسي دار وعجل كار ولا جا الماتش. نعرف جاري كاسي كارو لحظه الناس تبانطي في الحباس ونعرف شاري كاسي دار وعجل كار ولا جا الماتش. شوف له بال شوف له بال يعني حاسب فهمت يقصد جاري ما عرفني كان على السيجار وعلى الفلوس لوج كان على مصلحه. شوف شوف تحس قد قد بالناس اللي دوروا لا وتحس العذاب ما كانش نفس لهنا الناس مكسله ليه تشوفها تحس بلهنا في عينيه الناس اللي دات درام الشعب. الادز اللي قاعدين يصيروا مش ادز انا يعني الادز في وسط البيت نتاع صوت الفلوس صوت السيف صوت كل شيء اللي زيفي اللي زادوا محليها ما ديرش الحس لا لا تروح بسلسله في سنسانه كلمه سلسل قال فما شيز بيهايند ذا باز شوشو ستيكا مانو بيكا سلام ومهدي تشيكو سامي وائل حسام عزا مهرزا. والله تذكرت التراكات اللي تصير اول كاري رابور يسمي لك ويتحمط الكل في وسط التراك اسمه معناها فيديل ليهم ويحب يعملهم ديديكاس تلقى في وسط التراك شراوت الحمدي سمير ودعاليا وخديجة وسميرة فهمت؟ كان سلام ومهدي تشيكو سامي وائل حسام عزا موهر الزاق والناس اللي راحوا بزفة وعلى غفلة هزوه وانا اقول وين دوس حايب يدوخ وكيدو لما الناس يصفوا في الاحزان اللي يزو ناس تعاني من الاهداف اللي يدور وانا اقول عادوا الرفرام بعضنا وناس تعاني من الاهداف اللي يدور وانا اقول وين دوس حايب يدوخ وكيدو لما الناس يصفوا في الاحزان اللي يزو ناس تعاني من الاهداف اللي يدور احنا مازلنا هنا مازال مازال العذاب اللي قلبك احلى احنا مازلنا لهنا مازال العذاب. زي ما قلت شويه مع الريكس باش ما حاو انا فايبينا شويه بعضنا خليك تستمتع بالتراك خويا تحب تفرج في التراك راه موجود في الديسكريبسيون راه معناها تفرج فيه مع ارتيزان انا هنا شويه نعطيو شويه معناها نركز شويه مع البارس تو صح احياء الدعوة كحلة فرار وتمشي تزيد تظلام لدرك الزيت تخلاص متك مديه مديه في الدرع الكيف العراق وما يكفيش الخلاص القاص دقيق والماء الرفية كبير في الريق. اوكي طلع كيف العراق وما يكفيش الخلاص القاص دقيق والماء
خلاص متك ما يكفيش خلاص الغاز والماء والكريم انا حسب فهمت السلير متك ما تخلطكش انك تعيش في كبير في الريف عبال الدين الكراس الفريق وشيح صحراء وليد رايح يقرا نبهت لي كيب اديك صافي حليب برا وانا نقول ويدو صاحبي دوخ وقيدو بلا ما الناس يصفوا في الاحزان وليزو ناس تعاني للاذان اللي يدور دور دور وانا نقول ويدو صاحبي دوخ وقيدو بلا ما الناس يصفوا في الاحزان وليزو ناس تعاني للاذان اللي يدور دور دور رفران كاتشي يوح الفروذن نايس هستيلو بلاك في كيصال كي تو باك شركي طاك في هونتي بارتري كادر في عمال في اوكي جودت ليسو ناس داني للاذان ولي دور دور هستيلو بلاك في كيصال كي تو باك شركي طاك في هونتي بارتري كادر في عمال فيس حاضر كرام الفيك تريكاج مش لا فيس تاوش بيدك باصة بين صحاب الوقت غي جيز ما نصحاش انا كي جيز ندير الكرش ونقول وي ميت ندير الكرش ونقول وي ميت نو لي بوك ميشا فيها رجال وفيها الفرشة خوك عمر طافيها نرشا نكتب ريشة حاشا ما تقبل ما تدريش وما نبغيها امورتال اوه ما تدريش وما نبغيها امورتال اوكي جود بارز نكتب ريشة حاشا ما تقبل نكتب بريشة حرشة يعني مش بستيلو بريشة معناها كل بانت نكتب بريشة حرشة تبلش ما تدريش وما نبغيها امورتال اوكي او ما نبغيش امورتال معناها ما نحبش مانيش باش نخرج وراني مانيش باش نوفى ولا مانيش باش توفى لي باش نجي نهار ونقص ويدوز هايبي دوخ وقيدو اوكي بلا ما الناس يصفوا في الاحزان وليزو ناس تعاني للاذان اللي يدور دور دور وانا نقول اي ويدوز هايبي دوخ وقيدو اي بلا ما الناس يصفوا في الاحزان وليزو ناس تعاني للاذان اللي يدور دور واو واو حلو تراك ابداع في ابداع في ابداع ارتيزان بحق من اقوى الرابرات اللي سمعتها في الجزائر فلو تكنيك ذكي رفرا محلي كاتشي واني والتروب دو بار اللي عملهم حسب ما حسبت محليهم موزونين جود بارز فما معنى كيما نقولوا بنت هي قلتها باش مرات قبل مش نقولوا هي الفورمولا الصحيحه في الراب انك تعمل رفران محليه يتشد في الوذن كم تردم بتاعك بهين جود بارز فيهم كتيبه فيهم تكنيك فيهم قلبات دونك نجح فيها كي هذا ارتيزان كل السنه اللي خريكسيون مرسي لعبات وسط معايا لهنا بالحق نحبكم برشا العبات اللي جيت معايا مش الاخرى العبات اللي قدرت سيبورتي تبعت مسجات معايا بعثي في البريفي مرسي بوكو الى اللقاء